كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوق لأصحابه الأحاديث حتى عن الأمم السابقة التي يبين فيها التحذير من الحكم على الناس بالردة والكفر وجهنم، ويبين لهم سعة الإسلام وسعة العذر في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إنه قد كان رجل ممن كان قبلكم قد رغسه الله مالا أسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم انظروا يوما شديد الريح فارموا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وأخذ عليهم العهود والمواثيق، فلما مات أحرقوه ثم طحنوه ثم أقبلوا إلى يوم شديد الريح وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. فقال الله تعالى للبحر: اجمع ما فيك. وقال للبر الأرض للبر: اجمع ما فيك. وإذا الرجل قائم بين يديه، فقال الله تعالى له: يا عبدي، ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي، مخافتك يا ربي. فتلافاه الله فغفر له، فغفر له، وهو قد شك في قدرة الله أن يعيده، شك في قدرة الله أن يرجعه حيا. الشك في قدرة الله كفر، الشك في الآخرة كفر، إنكار أن الله يعيد الناس بعد موتهم كفر. ومع ذلك غفر الله له، لأن الله عذره بجهله، لأنه صار عنده من التعظيم والخوف من الله شيء كبير في قلبه، فهذه الحسنة العظيمة غفر الله له بها تلك السيئة. قال: فتلافاه الله فغفر له.